مساء الخير عزيزي وعزيزاتي المتابعين والمتابعات، مرحبا فيكم بفيديو جديد. واليوم راح نحكي عن شخصية كتير مهمة أغفلت المجتمع المحلي أو الإعلام المحلي وحتى الإعلام العربي والعالمي. ما أخذت حقها هاي الشخصية، ما أخذت يعني قيمتها الأدبية والفنية طبعا بشكل مقصود ومتعمد، أنه كان شخصية متمردة. عندما أتعب أضع رأسي على كتف قاسيون، ولكن عندما يتعب قاسيون من على كتف من يضع رأسه؟ هكذا قال أديبنا وفيلسوفنا الفنان الرائع الكبير محمد المغوط في إحدى كلماته. كانت كلماته هي فعلا حقيقية، وما كانت نثر أدبي أو أي شيء يعني من نظم الشعر أو شيء تاني، وإنما فعلا قاسيون تعب وسوريا كلها تعبت، وملأ قاسيون فعلا كتف يتكئ عليه. محمد المغوط أتعب السجن اللي انسجنه في بداية حياته، وما زال رغم يعني لآخر لحظات حياته كان الرعب والقشعريرة يشعر فيها كل ما ذكر تذكر ايام السجن اللي سجنها. كتب يعني سجن الوطن، يعني محمد المغوط الذي حطمه سجن الوطن، وكتب انه سيخونه ظل حالما بالحرية التي لو كانت ثلجا لنام في العراء، وكان يكره الخوف الذي زرع في قلبه. اعتقاله في بداية حياته أثر فيه لحد ما ماته، وكان كتير يخاف كما يتذكر القصة، وكان يكره هذا الخوف. تفاصيل كتير رح نحكيها عن هذا الأديب والفيلسوف محمد المغوط بعد الفاصل، خليكم معنا. بعد المسرح كل كتابتي من الشعر والسينما والصحافة كانت لترميم ذلك الكسر الذي ورثته من السجن، لكنني لم أستطع. هذا آخر كلام قاله محمد المغوط عن سجنه اللي سجنه في بداية حياته. ولد محمد المغوط في عام 1984، وهو من سكان مدينة السلمية السورية من ريف حماة. بيوصف نفسه هو ويوصف عائلته أنه كان أبوه فلاح، هو من عائلة فلاح وأبوه كان فلاح. وبيقول في ذكرياته أو في لقاءاته أنه أبوه كان ظالم، كان يضربه كتير حتى يضربه على قفاه، وشبه حاله أنه مثل أنه هو عبد أو جارية بيضربه أبوه على قفاه. أبوه كان كتير قاسي عليه، وذكر بأكثر من مرة وأكثر من لقاء. طبعا أسرة محمد المغوط كانت أسرة فقيرة، فقيرة لحد كتير كبير، يعني ما كان يعني حتى فقر مدقع كان. وأبوه كان جاف وقاسي عليهم وعليه تحديدا. وكان حتى يشتمه بالسوق مثل ما كان يقول. وبعدها انتقل إلى ريف دمشق ليكمل تعليمه، ولكن للأسف لم ما قدر يكمل دراسته. ما كان متخيل محمد المغوط أنه يوصل لما وصل إليه من الإبداع ومن النجومية ومن الشهرة نتيجة الفقر اللي كان عايشه والعوز اللي كان عائلته عايشته. كانت أحلامه يعني أكثر أحلامه أنه يتجوز بإحدى قريباته من ضيعة وينجب له كم ولد ويشوف له شغلة ويشتغلها، وهي هي القصة. يعني عنده أكثر من هيك ما كان يعني يحلم محمد المغوط. ما قدر يكمل دراسته محمد المغوط في ريف دمشق، وعاد إلى السلمية، إلى مدينته السلمية، وانضم إلى الحزب القومي السوري الاجتماعي. والمضحك في الأمر لما سئل إنه ليش انضم للحزب القومي السوري الاجتماعي، فكان قال إنه لأنه كان عنده صوبة. يعني تصوروا إنه كان بحاجة للدفع، حتى الصوبة كانت هو بحسرته كعائلة وكشخص. فانتسب للحزب فقط لأنه عنده صوبة مازوت بيقدر يدفع عليها. واحد، واثنين المكان الحزب قريب عليه، لأنه لا يمكن يطلع لبرا أبعد من هيك، أو يقدر يمشي أو حتى ياخذ مواصلات، لأنه فعلا كان معدم. تصوروا يعني بعام 55 1955 اتهم الحزب القومي السوري باغتيال العقيد عدنان المالكي، وتم إلقاء القبض على كل المنتسبين لهذا الحزب ووضعهم في السجن، ومنهم المغوط تحديدا.
تم وضعه في هذا السجن اللي حكى عنه وذكرنا لكم كيف كان لاخر ايام حياته يخاف من هذا الحبس والسجن، ودم تم بقي هذا الخوف يؤرقه طوال حياته. عمل في كثير اماكن وشغل كثير اماكن المهود طوال حياته، منها يعني مساهمته في تاسيس صحيفه تشرين الحكوميه وعمل فيها لسنوات، وكان رئيس التحرير ايضا لمجله الشرطه الحكوميه، وعمل في المسرح القومي وبالتعاون كمان وبالشراكه مع دوريد لحام، وانتج خلال الكثير كثير من المسرحيات الناجحه والشهيره واللي اصبحت محط الاعجاب الشعبي الكبير. بس كان دائما يقول محمد المهوط انه النصوص المسرحيه اللي عرضت على المسرح تم تشويهها، وهذا تلميح على انه في احد لعب بالنصوص المسرحيه قبل تقديمها، ولكن كان رضيان يبدو رضيان على مضض. رغم انه المهوط هو روائي واديب سياسي ساخر، الا انه لم يكن او ما كان له موقف صريح ضد الاسد او الابن ابدا، على العكس كان على الحياد تقريبا او ما ذكر اي شيء بخص هذا الموضوع ابدا لا من قريب ولا من بعيد. ولكن ابنته سلافه بتقول لو كان ابوه عايش وشاف او حضر الثوره السوريه لوقف ضد نظام الاسد. اذا هي بتعرف سلافه، بتعرف ابوها وبتعرف فكره، وهي متوقعه وتعلم انه ابوها حر، ممكن كان سيقف لو كان حيا كان سيقف مع الثورة السورية ومع مطالب الشعب السوري. من المواقف اللي حكاها الإعلامي توفيق حلاق عن محمد المهوط التالي: المناسبة هي أول عرض لمسرح، هذا كلام الإعلامي توفيق حلاق المعروف. المناسبة هي أول عرض لمسرحية كاسك يا وطن، ويجلس حافظ أسد في الصف الأول وحوله حاشيته المناسبة للموقف مثل نجاح العطار وزير الثقافة. لكن كاتب المسرحية محمد المهوط الذي أخذه الأعوان من يده ليجلس بجانب حافظ الأسد أصر على أخذ مقعد آخر في الصف بعيدا عنه بسبعة مقاعد. لاحظوا، بعيدا عن حافظ الأسد بسبعة مقاعد، رغم إصرار الوفد الحاضر أو الحرس الحاضر عن حافظ الأسد أنه يقعد جنبه، لكن رفض محمد المهوط أنه يقعد جنب حافظ أسد وقعد بعيد عنه سبع مقاعد. بيكمل الإعلامي توفيق حلاوي بيقول: أنا كنت قاعد في الم... في ال... في ال... في المقعد الثالث في الصف الثالث من المسرحية. لما خلصت المسرحية كل الممثلين نزلوا لعند حافظ أسد وسلموا عليه، أولهم دوريد لحام، إلا محمد المهوط كان باقي في مكانه، مما اضطر حافظ أسد إنه يصرخ في اسمه ويصرخ له ليجي لعنده. تصوروا حافظ أسد يطلب من محمد المهوط القدوم إليه أو المجيء إليه ليسلم عليه. بيكمل الإعلامي بيقول: اقترب الأسد منه، خليني أقول لكم النص بالكامل الحرف، لكن كاتب المسرحية نرجع من عيد انتهى العرض. انتبه أنا اللي قلته هلا عم أقوله بحرفية مثل ما قاله الإعلامي توفيق حلق. انتهى العرض وصفق الأسد ووقف، فوقف الكل، هرع الممثلون اليهم وسلموا، وفي مقدمتهم دوريد لحام. انتظر الجميع محمد المهوط، وانما محمد المهوط لم يتحرك من مقعده، مما اضطر الاسد لمناداته. اقترب الاسد منه، تحرك قليلا المهوط ووقف نصف وقفه وصافحه، قال الاسد: يعطيك العافيه وسوف نعمل على تلافي التقصير. فقال المهوط بصوت اجش ساخر: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، وأدار رأسه. أحب المهوط وطنه بكل صدق وإخلاص، وكان يتكلم عن الفساد بكل وضوح وبكل صراحة دون مواربة دون خوف دون وجل، وكان يعني يوزع حروفه التي يكتبها عن الفساد يوزعها إلى كامل الدول العربية، فهو يعلم أن الفساد والديكتاتوريات الحاكمة للوطن العربي هي التي قضت على هذه الشعوب وقضت على ثقافتها وعلى كرامتها. توفي المهوط وخلف ارثا ادبيا عظيما الحقيقه. انا بالنسبه لي اعتبره فيلسوف، فيلسوف هذا العصر. يعني يجب ترجمه كتبه ورواياته ونصوصه ومسرحياته واقواله. فهو عبقري زمان، وهو فيلسوف واديب من الطراز الاول. للاسف تم يعني تغييبه كما تم تغييب الكثير من الأدباء والفنانين، وعلى رأسهم مثل ما حكينا بالفيديو السابق عن الفنان الكبير وصانع الدراما الكوميديا السورية الفنان نهاد قلعي حسني البرزان.
المسرحيات والروايات اللي كتبها كتيرة، التشرين، شقائق النعمان، غربة، كاسك يا وطن، خارج السرب، كل هاي المسرحيات اللي ألفها المغوط أداها تمثيلا للممثل السوري بنت الحام. والمغوط مات كارها للاستبداد والطغيان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أيضا ألف كثير من دواوين الشعر، منها حزن في ضوء القمر، وديوان غرفة بملايين الجدران، وديوان الفرح، وديوانه الفرح ليس مهنتي. ألف عدد كثير من المسلسلات التلفزيونية إضافة إلى الأفلام السينمائية مثل الحدود وفيلم التقرير. ظل المغوط عم يحلم بالحرية وفناء السجون، وهو الذي قال: طالما في ظلم سيظل يوجد سجون. وعن أمنياته قال: أتمنى ألا يظل أحد في السجون، وألا يظل جائع على وجه الأرض. مات المغوط وتحولت بلاده إلى سجن كبير ومأتم عظيم لشعب جائع. سلام.